خالد تفضل يا خالد معنا على الخط من الخرج. هلا. تفضل من حايل. تفضل تفضل يا حايل. خالد اكسر التلفزيون يا خالد، اكسر التلفزيون شوي. تفضل. طيب تفضل. عندي اختي بيتكلم تتكلم. طيب اطرح السؤال، اطرح عنها. يا شنو؟ احنا رحنا عمره حنا رحنا عمره العمره ولا حرمنا بالميقات، رحنا حرمنا بالشقه. طيب شكرا. ورحنا لمكه. واضح السؤال؟ واضح. يلا شكرا. هو القصد انها احرمت بالشقه اللي في الميقات ولا احرمت بعد ما تعدت الميقات؟ بعد ما تعدت الميقات يا شيخ. اذا يكون عليها فديه، تكون عمرتها صحيحه ويكون عليها فديه ذبح شاة في مكه توزعها على الفقراء في الحرم ولا تاكل منها شيئا. نعم.